وبعض المنشآت الإدارية التي خارجيا رسمت فيها أقواس للتذكير بهذا التراث العربي الإسلامي. بشكل كذلك تطور التعامل مع هذه المدينة الجديدة كذلك في قوانين وفي كذلك الهندسة المعمارية التي تصممها المهندسون الذين تلقوا دراساتهم في كليات في الخارج واستنبطوا نماذج دخيلة على المجتمع العربي الإسلامي. أملنا الآن ومساهمتنا الآن كمسؤولين في إطار توجيهات العامة اللي بلورت فكرة النمط السكني الأصيل، وهذا الآن صار يستعمل في الخارج. نرى نلاحظه في فرنسا، نلاحظه في أمريكا، في ألمانيا، هناك شبه مجمعات يكون فيه اتصالات بين المواطنين. هناك الآن نرى مناطق تحرم فيها السيارات. أنا عندنا في مدينة فاس أكبر ممر في العالم لا تمر فيه السيارات ومساحته 280 هكتار. نطلب الآن من المهندسين المغاربة يستنبطوا حياة سكنية على النمط القديم للمساهمة في إحياء هذا التراث، وبإحياء التراث وإحياء كذلك النظرة الاجتماعية التي اعتبرها الإسلام هو مشكل المعاملات مع المواطنين، المعاملة مع الجار. الآن سكاننا يعيشون في شقات للعمارات ولكن لا يتعرفون البعض البعض. الوقت الذي نرى في المدينة العتيقة الكل يعرف الكل. مثل جيد لمواجهة مشكلة الساكن والمسكن في المدن الإسلامية التاريخية هو موقف الحاج محمد غازي الصنهاجي الذي يسكن هنا في المدينة القديمة في هذا المنزل الذي قام بإصلاحه وترميمه. لقد دعانا الحاج محمد إلى زيارة منزله لشرب الشاي الأتاي ليعبر لنا عن كرم أهل فاس وحسن استقبالهم للضيف. ويحدثنا الحاج محمد وهو يصب الشاي أنه يفضل العيش في المدينة القديمة ويحب دروبها وأسواقها، وهذه المحبة هو ما تحتاجه فاس. محمد طبيب ما تعرف صوب الشاي لكن خذ الطيرة. بعد انتهاء زيارتنا عاد الحاج محمد إلى حانوته الصغير الذي يقع هنا في قلب أسواق المدينة القديمة، حيث تقاليد البيع والشراء تدخل البهجة إلى قلب البائع والشاري على السواء. شوف قيس هذا. نموذج آخر لمساكن فاس هو هذا القصر القديم الذي أصبح متحفاً، إنه متحف البطحاء، حيث تحافظ المدينة فيه على تراثها الإسلامي وتعرضه على الجمهور الوطني والعالمي. ويوجد في فاس أكثر من 40 قصراً تضاهي هذا القصر رونقاً وجمالاً، وكلها مبنية على الطراز الإسلامي، وكلها تنتظر دورها في الترميم
وتحويلها إلى مراكز للإشعاع الثقافي والعلمي كحل عملي للحفاظ عليها والاعتناء بها. ويحتوي متحف البطحاء على مجموعة من الفسيفساء تمثل المدارس والأساليب الفنية المختلفة لهذه الصناعة التي كانت منتشرة في فاس في القرون الماضية. لقد تميزت فسيفساء فاس بألوانها البهيجة وأشكالها المتعددة المبتكرة. متحف البطحاء على قطع نادرة من التراث الإسلامي ومن الصناعات التقليدية التي كانت فاس مهدها الأول في المغرب، كما يذكر لنا مدير المتحف في حديثه عن الاسترلابات والمكاييل التي برع الفاسيون في صناعتها من القرن يعني من القرن الحادي عشر الميلادي من عهد العلوي. يستعمل أولا لدراسة علوم التنجيم ولدراسة التوقيت وقت الصلاة وشهور وغير ذلك. وهذا مهم بالنسبة للمغرب لأن هنا في القروين كانت تدرس هذه المادة. وإلى حد الآن هناك كرسي خاص لدراسة علم النجوم لدراسة الأسترولابات. يعني الكل يعرف بأن ابن البناء المراقشي كان بريء في 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 الرياضيات وفي علم التنجيم وعنده نظريات فيما يخص الأسترولابات. إلى الآن عندنا في المغرب عالم يسمى بالحبابي يستطيع أن يصنع أسترولاب بطريقة قديمة. هذه مجموعة من أمداد النبوية. هذا مد من القرن الثامن عشر الميلادي وهذا أيضا من القرن الثامن عشر الميلادي وهذا صاع. شو وظيفة المد السابق؟ وظيفة المد يعني ما نسمى احنا بالمغرب فترة في بعد رمضان في في عيد رمضان كل عائلة عائلة تهدي فترة لجيرانها المحتاجين. يعني كل فرد من عائلة يعني عائلة اللي هي صدقة رمضان. صدقة رمضان نعم صدقة رمضان ومد نبوي يعني حجم يطابق حجم مد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكتابة هي كتابة تعني بأن هذا المد نقيل عن مد فلان وهو المد فلان الذي نقيل عن مد فلان. يعني الزرع القمح والشعير أو التمر أو غير ذلك. إن هندسة فاس المعمارية التي نشأت وتطورت في أجواء المدينة وتقاليدها الدينية العريقة كانت هي الإطار التي تشكلت فيه صناعاتها التقليدية. واستعمل الصانع الفاسي الخشب والبرونز والمرمر والذهب والفضة في صناعة الأدوات التي يحتاجها المسلم في حياته المنزلية وفي المناسبات الدينية والاجتماعية. وكانت مشاغل الصناع تقع هنا حول جامع القرويين حيث يختلط التجار والزبائن والدلالون والحمالون في الدروب التي يختص كل درب منها بتجارة أو صناعة معينة مثل درب العطارين ودرب الشماعين ودرب الصفارين وسوق الحناء وغير ذلك من الأسواق والدروب. كانت الأسواق في فاس تخضع لرقابة يومية فأمين السوق والمحتسب يقومان بتدقيق نوعية البضاعة وصحة الموازين والمكاييل. وكان الغشاش من التجار أو الصناع يتعرض للعقاب العلني إذ كان في مدخل كل درب مصطبة توضع عليها البضاعة المغشوشة وعليها اسم صاحبها أو تعلق البضاعة المغشوشة على عنق التاجر أو الصانع الغشاش ويطاف به في أزقة ودروب المدينة حتى يعرفه الجميع. و
وصناعة الجلود التي تسير بنفس الأساليب التي كانت سائدة قبل 1000 عام تعتبر من أهم الصناعات التي اشتهرت بها فاس، ويعتمد الدباغون على الأعشاب في استخراج الألوان اللازمة لدبغ الجلود، وما زال سر مزج هذه الألوان وإعدادها حكرا على أهل السوق وصناعه. مشاغل الحياكة والنسيج منتشرة في المدينة القديمة، إذ بلغ عددها في القرن العاشر الهجري 16 ميلادي 5000 مشغل، وكان للنساء دور أساسي في هذه الصناعة، إذ كان غزل الخيوط في بيوتهن هو الركيزة التي تعتمد عليها هذه الصناعة. الفاسيون متعلقون أشد التعلق بتراثهم من الموسيقى الأندلسية، فهم يبجلون أساتذة هذا الفن العربي الأصيل، ويهرعون إلى حضور حفلاته، ويتكبدون مشقة السفر لسماع عزف جوق أندلسي معين وغنائه. عرفت دور فاس وبساتينها ضروبا من العيش الهادئ، فأهل فاس رجالا ونساء يحبون الطرب والموسيقى، وتعتبر مدينتهم إحدى المدن المغربية الرائدة في إحياء تقاليد التراث الموسيقي الأندلسي. ولقد بلغ اهتمام فاس بالموسيقى حد استعمالها في علاج الأمراض النفسية في القرن 15 الميلادي. جمعية بعث الموسيقى الأندلسية في فاس هذه السهرة الأندلسية تكريما للفنان المغربي محمد التمسماني، واعترافا من الجمعية بالجهود التي بذلها ويبذلها في خدمة التراث الموسيقي الأندلسي منذ أكثر من نصف قرن
من خلال عمله مديرا لمعهد الموسيقى في تطوان. كان للنهضة الغنائية التي شهدها الأندلس في نهاية القرن الرابع الهجري العاشر ميلادي أثر كبير في ظهور فن الموشحات والموسيقى الأندلسية. وبعد سقوط الأندلس